السلام عليكم دعاء الشعبي مثالي وتأهيلي شريف الإدريسي. بون اليوم كان عندنا أول نهار امتحان جهوي. شنو نقول، كون دخلوا على طبعا في الصباح مستريسيا، طبعا كيغلب علينا ستريس في الاول. بالحق اون فوا كتدخل القسم كتحط الورقه ديال الامتحان، صافي كتشوف بلي الامتحان ساهل، كيجي داكشي اللي راجعتي اللي كنتي مجد. اصلا اي واحد كيكون مجد ديجا شي حاجه كيجاوب مزيان، ما عنده علاش ستريس. صافي كلشي داز مزيان الحمد لله. جاو دي كيسيون شويه كومبلكس، ولكن المهم دوزنا راسنا وفهمنا كيفاش نحلوهم، والحمد لله التربيه الاسلاميه والمواد كاملين اللي باقيين يدوزوا توما مزيان بحال دابا. شكرا بزاف. الحراسه كانت مزيانه كما خصها تكون طبعا، كما الباك كما سيزيام، حيت كاين شي وحدين كيقولوا بلي زعما سيزيام كتكون مخوفه بزاف. بالعكس بحال بحال، اصلا اللي كيخدم كيجيب داكشي اللي خدم هو، ما يناقشي، حيت ملي غادي يمشي يدفع شي كونكور غادي يلقى راسو واحد، ما يجيبش النقطه اللي هو ماشي ديالو، يعني يجيب النقطه ديالو خدم عليها بالجهد ديالو. شي فرحانه؟ اه طبعا يا ربي شي نقطه مزيانه في المادة اللي اول ما دوزنا فرونسي، كنتمنى نجيب شي نقطه مزيانه نفرحوا بها الوالدين ونفرحوا بها حتى حنايا. شكرا. السلام عليكم، انا ايوب الفيري تلميذ من الشريف. الحمد لله بريبارينا ودوزنا الجيوي بطريقه مزيانه، كان الظروف كامله مساعدانا والاساتذه عملوا لي عليهم، والحمد لله ما ربي ما يخيبناش ان شاء الله، وجانا داك الشيء الحمد لله في الشيء اللي راجعنا، ما كانش شي حاجه اللي برا، وكما قلت الظروف دازوا كاملين مزيانين الحمد لله. الحراسه كانت مزيانه، الاساتذه عملوا لي شغلهم ما ديرونجيناش، ما كانت حتى شي حاجه، والحمد لله مصبتكم الامتحانات ديالنا كاملين هيداك. الاستاذ المؤسسه الحمد لله ولاد الامتحان كانوا مزيانين، ما كانش كاين شي حاجه اللي صعيبه، والمؤسسه فرطنا الظروف كامله باش نقدروا ندوزوا في افضل طريقه ممكنه. كان التنظيم مزيان وما كانش كاين شي ازدحام ولا شي محاولات الغش في وسط القاعه ولا اي حاجه من هذا النوع. هذا فؤاد الروادي المدير الاقليمي لوزاره التربيه الوطنيه بالتعليم الاولي والرياضه باقليم تطوان. اليوم كان عندنا انطلاق اول ايام الامتحان بالنسبه للمدرسين، بعد ما يعني ما تم تمرير الامتحان بالنسبه للجهوي للفئه ديال الاحرار. الحمد لله هذا الاستحقاق هذا كيمر في واحد الاجواء اللي هي عاديه جدا، تم توفير 39 مركز امتحان على مستوى الاقليم منهم 15 في الوسط القروي، وذلك يعني لاستقبال اكثر من 14300 مترشح ومترشحه. تم تعبئه واحد المجموعه ديال الشروط الماديه ولا ايضا الموارد البشريه من اجل ان هذا الاستحقاق يمر في ظروف جد عاديه، اكثر من 2300 استاذ واطار لمعبئين من اجل انجاح الاستحقاق. نتمنى ان شاء الله انه يمر في ظروف ديال تكافؤ الفرص بالنسبه للجميع، وايضا يكون التوفيق حليف كافه ابنائنا وبناتنا، وانهم يعني تكون نتائج يعني في المستوى اللي كيتمناه، وتفرحهم وتفرح ايضا الاسر ديالهم.